لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل الغد من القاهرة أحمد مصطفى. أحمد، ما الذي يحمله الوفد المصري في جعبته هذه المرة في مفاوضات سد النهضة؟ يعني مع عودة المفاوضات مجددا واستئنافها، القاهرة حريصة تماما على أن تصل إلى ما تم الحديث عنه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وضرورة التوصل إلى اتفاق يعني يقوم بالتوقيع عليه كافة الأطراف. النقاط الخلافية حتى الآن لا تزال كما هي، هما نقطتان أساسيتان وجوهريتان هما التي يدور حولهما النقاش وتدور حولهما المفاوضات خلال الفترة المقبلة. النقطة الأولى تتعلق بالأمور الفنية من ملء وتشغيل سد النهضة، والنقطة الثانية تتعلق بإلزامية ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. لذلك القاهرة والسودان هناك توافق بينهما على أن يكون خلال هذا الأسبوع هناك مسودة نهائية يتم العمل من خلال جدول زمني محكم ومن خلال بنود يتم وضعها داخل هذه المسودة على أن يتم في النهاية الوصول إلى مخرجات تكون ملزمة للأطراف الثلاثة حتى يتم إجبار إثيوبيا على عدم التنصل مرة أخرى مما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال المرحلة الماضية التي استغرقت ربما ما يقرب من 10 سنوات. إثيوبيا كانت خلال الفترة الماضية تراوغ بشكل كبير جدا، وبحسب المتابعين لو وضعت إثيوبيا في بالها ربع ما قامت به من مراوغة على أن تقوم باتفاق لوصلنا إلى اتفاق فيما يتعلق بسد النهضة، لكن إثيوبيا تريد أن تبقى الأوضاع كما هي عليها حتى هذه اللحظة، ولا يكون هناك اتفاق ملزم وأن يكون ما يتم التواصل إليه يعني أمر استرشادي، ولا تريد أن يكون هناك توافق بين الأطراف الثلاثة. على كل حال نحن في انتظار يعني نهاية هذا الأسبوع وما ستؤول إليه المخرجات والمسودة النهائية، وهل ستلتزم إثيوبيا أم ستكون كعادتها في الاتفاقات السابقة والتنصل من أي اتفاق قد يكون ملزم لها في المرحلة المقبلة. نعم حسن. أحمد مصطفى مراسل الغد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.